الاستاذ عبد الرحمن الجواري المنسق لحركه الكفايه. بنرحب بحضرتك، وماذا عن قائمه مصر جايه، وايه الوان الطيف السياسي اللي موجوده معاكم في القائمه؟ بحب ان حضرتك تلقينا الضوء عليها، وحريصتم ازاي على ان يكون كلهم موجودين معاكم، كل اللي موجود في الشارع السعودي؟ احنا اولا طبعا جابت مصر جايه مش نازله بقائمه من القوائم المعروف انها نازله، ولكننا نازلين فردي، مرشحين فردي بتدعم جبهه مصر جايه، وبنحاول ان احنا نقدم بعض المرشحين النواب اللي هم ينتموا الى قوى الثوره والتغيير، لان مع الاسف الشديد اكتشفنا ان الذي يتصدر المشهد الانتخابي النهارده من يمتلكون المال الحرام اللي هم جايين للنظام الفساد والاستبداد، تمام، من الحزب الوطني الفاسد الساقط المنحل بحكم المحكمة الإدارية العليا. وبالتالي أصبح هناك صراع بين القديم قوى الفساد وقوى الثورة، ونحن في مرحلة تغيير وبناء، وبالتالي نرى أن المرحلة القادمة تستأهل أن يكون هناك تجديد في الخطاب السياسي، تستأهل أن يكون كل الوجوه القديمة والكريهة خارج المشهد السياسي، ولكن إن لم يكن بقانون العزل السياسي فأنا أرى أنه يكون بقانون الشعبي، ألا وهو العزل الشعبي. وأنا أثق في الشعب المصري، وأثق في وعي الشعب المصري أنه لن يكرر أمثال هؤلاء، وسيصل بإذن الله أو سيستطيع أن يختار بإذن الله من ينتمون إلى قوى الثورة، من ينتمون إلى قوى التغيير، يستطيع أن يستبعد ويبعد ويسقط كل من هو أفسد وتاجر بقوت وحياة الشعب المصري. عشان كده أنا بقول أو إحنا اخترنا أن مصر جاية، مصر اللي إحنا عايزينها، اللي إحنا بنأملها، اللي إحنا بنرمي إلى أن تكون، اللي هي مستقبل إن شاء الله بإذن الله هتيجي مصر اللي إحنا عايزينها بفعل أبناء الشعب المصري في اختيار صحيح واعي لقوى الثورة وقوى التغيير. وأصلا هذا الاختيار سيشمل بإذن الله إبعاد كل الوجوه القديمة الكريهة الفاسدة من فلول الحزب الوطني ومن المتاجرين بالدين. يعني حضرتك شايف يوم الانتخابات هيكون شكله ايه في ظل صراع بين زي ما ذكرت قوى الاتجار بالدين وقوى اخرى فلول الحزب الوطني؟ شايف المنافسه شكلها ايه؟ وكلام حضرتك في نوع من انواع التفاؤل، هل هذا التفاؤل هيسود بعد كده واحنا هنتاكد من يوم 17؟ ان شاء الله باذن الله التفاؤل قائم، وانا ثقتي كبيره في الشعب المصري اللي استطاع أن يزيح نظام فاسد كامل، ثم يزيح نظام رجع يميني يتحدث باسم الدين في سنتين ونص، فيستطيع أن ذيول كل هذين النظامين أن يتخلص منهم. ده نمرة واحد. أما المشهد السياسي الآن ويوم الانتخاب، أنا بقول لك بان من النهاردة، موجود النهاردة السعي إلى شراء الأصوات، وهو ده الوسيلة والأداة الوحيدة لكل من التصويت الجماعي. يعني ما أنا بقول لحضرتك من يمتلكون المال السياسي. وبالتالي نحن مش نهيب، نحن نطلب ونصر على هذا الطلب من اللجنة العليا للانتخابات أن المصداقية والشفافية ستكون في إدارتكم للانتخاب. وإذا تركتوا المال السياسي يلعب والرشاوى الانتخابية تلعب دور في الانتخابات القادمة، فستقدموا نموذجا سيئا للنظام والمرحلة القادمة. وبالتالي أنا بقول إن اللجنة العليا للانتخابات عليها أن تدير الانتخابات بشفافية، وأن تمنع المال السياسي، تمنع التصويت الجماعي، ترفض دخول كل من يحمل بطاقة غير بطاقته ويكون هناك تدقيق في الدخول، ترفض ما يطلق عليه الاستمارة أو البطاقة الدوارة، تمام. وأنا بقول أن يجب على القضاة أن يكونوا مرنين ومتعاونين مع المرشحين الذين يرفضون الرشاوى الانتخابية، لأن الرشاوى الانتخابية تعني ليست إسقاط المرشحين المحترمين، ولكنها تعني أنها تسرق إرادة الشعب المصري. وهؤلاء فعلا زي ما سرقوا أموال الشعب المصري وأرادوا الشعب المصري، يريدون أن يسرقوا مستقبل الشعب المصري. وأنا بقول لهم هذا المستقبل ملك لنا ليس لكم، المستقبل القادم نحن متفائلين به، وسنقدم لكم درسا قاسيا. هذا الدرس سيتولاه أبناء الشعب المصري الذين استطاعوا أن يزيحوا مبارك ومرسي، فيستطيعوا أن يزيحوا ذيول هذين النظامين في المرحلة القادمة والانتخابات القادمة بإذن الله.
انا بقول للناخب اياك ان تستسلم لما يردده المرشحين الساقطين الفاسدين من ان الانتخابات محسومة. ما يردده هؤلاء المرشحين الساقطين الفاسدين النصابين والذين عليهم احكام جنائية ونازلين الانتخابات، انا بقول ما يسمعهمش. وان هم بيقولوا ان الانتخابات بالنسبة لهم رجال النظام، لا، انا بقول ان هؤلاء لوبي فاسد يريد ان يستأثر ويسرق مستقبل الوطن ومستقبل مصر، وبالتالي بقول لهم انزلوا، مش عشان تصوتوا لعبد الرحمن الجوهري ولا لهيثم الحريري ولا معتز الشناوي ولا كريم محروس ولا اشبههم من المرشحين على مستوى مصر، ولكن انا بقول لهم انزلوا واختاروا اختيار صحيح بعيد عن هذين الفصيلين اللي هم وجهي العملة الفاسدة، قوى الرجعية الدينية وفلول الحزب الوطني. انزلوا عشان المستقبل لشباب وأبناء هذا الوطن، لازم تنزلوا حتى لا يسرق أحد أصواتنا ويسرق مستقبل أولادنا. وإن شاء الله بإذن الله هذه الثقة الكاملة في وعي الشعب المصري ستفرز برلمانا لن يكون برلمانا مثاليا، ولكنه على الأقل لن يكون برلمانا فاسدا.